واشنطن. والإضاءة أوسع على الدور الأمريكي. ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. أهلا بك أستاذ أحمد. واشنطن قلقة أو متخوفة أو ربما حتى لا ترى أي خوف من مجموعة البريكس؟ في الوقت الحالي واشنطن لم تبدي اهتماما كبيرا بمجموعة البريكس المكونة من 5 دول. يجب أن نعي أن بريكس هي مجموعة جديدة للغاية، عمرها لا يتجاوز 7 سنوات، وهي جاءت نتيجة للأزمة الاقتصادية وانهيار الأسواق العالمية. هذا أولا. أما ثانيا فإننا إذا نظرنا إلى حجم الإنتاج المحلي الإجمالي لدول البريكس فانه ما زال اقل من الانتاج المحلي الاجمالي للولايات المتحده. الولايات المتحده حوالي 18 تريليون دولار، بينما البريكس تدور حوالي 16 او 17 تريليون دولار. اذا نظرنا الى الولايات المتحده واذا نظرنا كمجموعات او تكتلات اقتصاديه، اذا نظرنا الى الاتحاد الاوروبي وحده، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي فيه يتخطى ال 19 تريليون، يعني وربما يصل نريد إلى 20 تريليون. ربما إذا نظرنا مجتمعين إلى الولايات المتحدة كدولة واحدة والاتحاد الأوروبي، وهو يوجد تجانس وتوافق اقتصادي وتجاري، فسنرى أنها ضعف حجم البريكس. ولكن أستاذ أحمد نريد أن نضيء على هذا المشهد جيدة. أستاذ أحمد أنت كنت تسمعني، نريد أن نضيء على مشهد البريكس وأمريكا فضل. انطلاقا من عوامل عديدة، عوامل السياسة الدولية التي تتغير، التقارب السعودي الروسي، هذه الدول الناشئة والصاعدة، وأيضا ربما الانطلاق من عوامل الاتحاد الأوروبي، ما يجري في اليونان وما يجري من مشكلات اقتصادية في أوروبا. انطلاقا من كل هذه العوامل، أمريكا ألا ترى في هذه المجموعة جانب آخر يمكن أن يتحداها في السياسة الدولية والساحة الاقتصادية أيضا؟ بالأسف لا. إذا نظرنا إلى التقارب الروسي السعودي، الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية يدور حول تريليون دولار. بالتالي إذا انضمت إلى البريكس فهذا سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي. يوجد تشابه في مصادر الدخل لمجموعة البريكس. إذا نظرنا أنهم يتحكمون حاليا في 40% من مصادر الطاقة، فبالتالي يعني منتجهم متشابه. لا يوجد تجانس في السياسات التجارية والتبادل التجاري بين دول البريكس، بل بالعكس يوجد إجراءات حمائية للتجارة الخارجية والتصدير والاستيراد تضر أعضاء البريكس في التجارة البينية بينهم. البريكس محاولة جيدة للخروج بنظام اقتصادي ومالي جديد في العالم، ولكن هذا نحن ما زلنا في الخطوات الأولى. نعم. الاحتياطي، الاتفاقية الاحتياطي النقدي التي تم تأسيسها ب100 مليار دولار، نعم، هذه لا تمثل شيء، هي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس. هي لكنهم يضعوا الأساس، هي بنية أساسية يجب أن يقوموا بها. على الجانب السياسي بلا شك أننا يوجد لدينا هنا لدينا روسيا والصين من أعضائها، وهم من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهم قوى سياسية لا مجال لها. إذا نظرنا إلى البرازيل على سبيل المثال، بعد الجفوة التي حدثت في علاقات البرازيل مع الولايات المتحدة نتيجة التسريبات التي قام بها إدوارد سنودن، نرى أنه حدث تقارب عوامل سياسية إذا متداخلة كثيرة. هذه العوامل تتصدر المشهد فيها روسيا والصين كما قلت أستاذ أحمد. يوجد نوع من عودة الدفء في العلاقات البرازيلية الأمريكية، العلاقات الهندية الأمريكية. يوجد الآن ولكن ربما 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 التعاضد في هذه المجموعة هو سيتخطى هذا الدفء ربما المؤقت، لا نعلم. شكرا جزيلا لك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي.